الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آمين. ربنا وشيخنا واجمعنا معهم على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين مسألة. معاذ نقل عن بعض المهاويس أنه قال إن ابن حجر كان يبيع الحشيش على المسجد. طبعا هو بيقول لك لما رأى ده نظر الرجل وبيع الحشيش وأنكر عليه من داخله ما عرفش يقرأ الفتحة. ابتلاء من كرامات الأخفياء. شيخ انا اخر شيء سمعه لي اخ بيقول انت هتقعدوا بقى تنائرنا وتجيب نقاش وتقول الكتاب وكتابي وبتاع احنا بقى مرجعيتنا احوال الرجال. رضيتم؟ حيا هلا واهلا وسهلا. ما رضيتوش؟ الراجل اتقلب انجليزي. جو تو هيل. يعني المسألة لو كان ده اسمه الدفع بالصدر، لو كان الدين يؤخذ بذلك والله ما بقي مسلم على وجه الأرض. أعوذ بالله من غضب الله. والحمد لله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الزمان الذي نعيشه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. نعم. تفضل شيخ. قال الإمام هذا معك يا نيس. الله رحمه واسعة ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين مسألة. نعم. قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله: وليس فيما دون خمس من الإبل سائمة صدقة. قال ابن قدامة لحظة ما تستفيد أخونا المسير؟ أنت أصلا احنا قلنا الماتن ليس أي أحد. الماتن ماذا يفعل؟ ينظر إلى الأدلة فيستخرج منها متنا. لا بد أن تفهم أنه بين عينيه الأدلة، هو لا يكتب المتن هكذا. طيب تفضل. القيد الأول لا حضرتك، هو وكلك؟ لا أصحابك. أنا ما زلت في السؤال معه، وبعد كده تبيننا أنا وأنت المسألة والسؤال ما زال معه. القائد الأولاني الشيخ أو القائد الثاني اللي بتتكلم عن السائمة. أنا سكت، أريدك تبين لي ما استفدته أنت. القائد الأولاني أن تكون دون الخمس، والقائد الثاني أن تكون سائمة. ممتاز، يبقى هنا قيادة بإيش؟ بقيدين، القائد الأول إيش؟ العدد. والقائد الثاني؟ ها؟ السوم. مفهوم المخالفة هنا يعمل فيه. أقل ليس عليه شيء. معلوفة لا زكاة فيها، يعني لابد أن تكون سائمة، لأنه قال إيش؟ قال من الإبل ها سائمة صدقة، يبقى جعل رتب الصدقة على القيدين، رتب الصدقة، يبقى ده اسمه الحكم المرتب على الوصف. دل به مروان، دل ذلك على ما خليك بقى مسألة ثانية، خليك عايش معاها. الأستاذ الكريم ضيفنا العزيز، شوف اللهم رد لنا الخير الذي كنا فيه. الطلبه لما بتبتعد بتتبلد، بتموت، دماغها بتروح. الله اكبر، الله اكبر، والجواز الشرعي هنا في الضمان. خلينا بقى كده وقتها. نعم. هو احنا قلنا هنا في هذا الباب احنا لا نقول دل ان الوصف عله في الحكم. دي القاعده هنريدها. إذا رتب الحكم على وصف دل ذلك على أن الوصف علة في الحكم. قال من أنا؟ قال أين الله؟ قال في السماء. قال من أنا؟ قال أنت رسول الله. رتب حكما هنا على الوصف، وش هو بقى الحكم؟ قال اعتقها فإنها. طب كيف شهد لها بالإيمان؟ في وصف انطبق ظهر منها أنها علمت أين الرب، وأيضا في هذا المبنى. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: بدأ الخرقي رحمه الله. أين يوسف؟ قلت فين يوسف؟ ألا يسمع الكلام؟ تفضل. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: بدأ الخرقي رحمه الله بذكر صدقة الإبل لأنها أهم، فإنها أعظم النعم قيمة وأجساما وأكثر أموال العرب، فالاهتمام بها أولى، ووجوب زكاتها مما أجمع عليه علماء الإسلام وصحت فيه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن ما روي في ذلك ما رواه البخاري في صحيحه. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. طب اسمه قبل أن تقرأه. يبقى إذن هو لما ابتدى ببهيمة الأنعام، ابتدى بأفضل ما فيها. وش هي؟ الإبل. الإبل لأنها أعظم أموال العرب أو أكثر أموال العرب. قال يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر. حمر النعم. نعم. ووجوب الزكاة فيها مما أجمع عليه أهل العلم. وقد صحت فيها
السنة. نعم تفضل، ماذا قال في الكتاب للبحريني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. نقف كل فائدة نقف عندها بعد نشرح. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا استدل به الأصوليون على سامي. ممتاز، رضي الله عنك. أخونا المصير، الضيوف لهم الإكرام، وهذا هو الإكرام. خلاص يا محمد تفضل. أن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع. فرض رسول الله. أين ذهب؟ أين ذهب يا ذهب؟ أنت عندي ذهب. لماذا؟ أتعب أمس؟ أتعب؟ يعني هنا يستدل الأصوليون هنا على النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، قال فرض، والصحيح الراجح أنه إيش؟ ناقل للشرع. ففرض هنا يعني فرض على ما أوحي إليه، فرض على ما أوحي إليه، يعني نقل. ولذلك قال لما تقول بنى عمرو بن العاص الفسطاط الدرعمي، هل بناها؟ أمر بها ونسبت له على أيه؟ على الأمر. صحيح ولا لا؟ رضي الله عنك. تفضل. قال هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر. وأنا أيضا على المسلمين. ماجد، أنت فيك أمره، ركبت البحر فمهرك وتبعدت عن المجالس، رغم الماجستير الذي تنشغل به، ركبت البحر، وهذه تعرف أن هذه هم قالوا ذلك، تكسر السفينة، وأقسم بالله زيادة الالتصاق زيادة في فتح الفهم والأذهان. طيب ماشي يا أستاذ. لا والله أنا مش أسأل لأن أنا سأصعق كده، حرام والله. نعم شيخ، هل تقصد مسألة الخلاف في ترك الزكاة؟ ماليش دعوة، أنا سألت سؤال أجب عنه، ما تسألنيش تاني. قال على لا تجيب على قال على المسلمين، فإذا ممتاز على المسلمين يبقى إذا من تركها يجب عليهم الزكاة. ما تمشيش مع الراجل ده، ما تسمعش منه. إن شاء الله كما قلت والله. أنت ما قلت شيء. يا المسلمين حقا يبقى إذا إذا أنا أريد منك تفصيلها الآن. ما سألته كلا تفصيلها. لا استغفر الله. لا أنا بتكلم على الخلاف اللي فيها يعني. شيخ أنت مسألة وصلت لنا شيخنا، أنا مسألة الكفار غير مخاطبين ولا؟ عام يقول بخصوص. عام يقول. ايوه كده حرام بقى. والعالم يقصد مش كل المسلمين زي ما قلنا صادق، لكن حضرتك تريد اتفضل يعني غير المسلمين لا تجب عليهم الزكاه. نقول شوف هنا، هي تجب ولا تجب؟ يعني غير مخاطب. نقول لا، مخاطب في الدنيا، هو مخاطب في الدنيا، هو مخاطب في الدنيا، ولا ياتي بها تقبل الا ان يكون مسلما. ده اللي انا اريده اصوليا، الله يهديك. الان قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، يبقى اذا لم يفرضها على ايش؟ على الكفار. إن قلنا الفرض هو الخطاب نقول لا، المقصود به هنا الآن في الثمرة، وهو قبولها لا يكون إلا بالإسلام. وإن قلنا هو هذا، فهو مخاطب لكن غير مطالب به بالإتيان، لأنه حتى لو أتى بها لا تقبل، لأنه هذا الذي أردته تفصيلا أصوليا في هذا الباب. جيد تفضل. قال هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها على وجهها من المسلمين فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط. قال في 24 فما دونها من الإبل في كل 5 شاة. شوف هنا يقول فمن سئلها على وجهها من المسلمين فليعطها، هذا أيضا قيد آخر، يعني من سئلها على غير وجهها فلا يعطي. فلا يعطي هذا أيضا لا يصح أن يكون على بابه. يلا أحمد، أنا جبتها كده تصريحا عشان تأتي بها أصوليا. أوه تذكرون أنا مع الطلبة، أنا أحب الحياة. نعم، والحياة هو أن تسأل وتجاب، العلم لا يتأتى إلا بذلك. الحمد لله. ها نعم الحمد. ها فلا يعطيها، هذا عام مخصوص أو عام يراد به الخصوص، يعني لا يعطيها على الوجه الذي كان فيه الزيادة، لكن واجب عليه أن يعطيها على، لأنه لا تسقط عنه بحال من الأحوال. لما يقول فلا يعطيها، يعني فلا يعطيها على الزيادة التي طلبت، ولكن يعطيها على ما فرض الله جل وعلا. وأيضا الزكاة هنا فيها، احنا قلنا قبل ذلك في الإفصاح إن في أمر مهم جدا لم تفهمه، لابد تفهمه في مسألة الزكاة. ما هو؟ بننظر على الغني، بننظر بإيش؟ بعينين.
نعم صحيح. بعدين اقول لابد للمال ان يتحمل المواساه حتى نكون فيه مواساه. وليتحمل المواساه فيه امران، وش هما؟ النصاب والملك التام. لا 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 خلاص، النصاب هذا واحد منهم. الثاني النماء. ممتاز. الثاني ان يكون قابلا للنماء. ولذلك الائمه الاربعه الذين قالوا دون الحنفيه الذين قالوا بعدم الزكاه في 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 في, في الذهب، وش قالوا؟ ها وش قالوا؟ قالوا لانه ها لا لا الذين قالوا لعين الزكاه ولا قالوا في نفسه، هنا قال هذا مستعمل كالثياب المستعمله، يبقى اذا فقد شرطا من شروط مواساة تحمل المال للمواساة، وهو انما قلنا نرد عليه في ذلك وان كان مستعملا الذهب بالذات، لانه هو اصل المعادن، فهو ايه؟ نماء في نفسه. وانت شوف الواقع يثبت لك ذلك، كل يوم بيزيد كل يوم بيزيد، فالذهب هو اصل المعادن. نعم تفضل. قال في 24 فما دونها من الابل في كل خمس شاة. قال في ما انا اسف في 24 فما دونها من الابل في كل اذا لو علت 24 الحكم يختلف. ثم قال 24 ما 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 ماذا عليها؟ عليها اربع اشياء صحيح او ثلاثه؟ اربع، لانه على كل خمس شات يبقى اربع اشياء، الى نص 24 25 لا يبقى الامر ليس فيه. وهنا قال ان يكون الامر في نفسي. نعم صحيح شاهد احسن الله. طيب عندنا الان من الواحد ده في صريح حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان كان اربعا فلا زكاه الا ايش؟ الا اذا شاء صاحبها. اذا شاء صاحبها يعني اذا اراد ان يتصدق تصدق، لكن ليس عليه حتى يصل خمس من الابل، والخمس من الابل عليه شات. وهذا على خلاف الاصل، سابين كيف تفهمونه، وهذا لان هذا اصلا يحتجون به على جواز القيمه، فمفهوم؟ وهذا ليس صحيح، هذا ليس صحيح. ولذلك نحن نقول هذه المساله اين هي؟ هذه المسألة أين هي؟ أين هي؟ أصلها فين أصلها؟ أنا مش هضرب حد لكن ماشي. أين هي؟ أين أصلها؟ ماشي محمد. تعذر تجزئة الإبل. شوف أنت جبت الإجابة لكن ما أتت ولم تأتي بها. أنت أتيت بها لكن لم تأتي بها. ما خلاص أنت أصلاً وصلت لقمة الموضوع، بص مش أنت وصلت لقمة الموضوع ولا واحد يقدر يجيبها. أهو المسألة في الأصل. سامي اسكت يا سامي. ما لو ترك كل ماشي هات جيب كل القواعد حطها ورا بعض. اتفضل. رضي الله عنك. الحق في هذا الباب ان ترى هل هي على الاصليه ام على البدليه. نعم. نزع في ذلك. لو كانت على البدليه صح ان يحتج بها على القيمه. لو كانت على الاصليه لا يصح بحال الاحوال ان يحتج بها على القيمه. تفصيله بقى ياتي. طيب ان شاء الله. فهنا خمس عليها شات، 10 عليها شاتان، كل خمس شات 15 على ثلاث شيات، اربعه 20 عليها اربع شات. طيب زاد اربعه ليس عليه شيء، حتى ياتي الخامس سينتقل هنا الى ايش؟ الى 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 النوع، لانه الاصل في الزكاه ان يخرج من ايه؟ من نوعه، من نوعه، من نوعه او من جنسه، من جنسه. لكن لما كان الخمس يكون عليها ابل، هذا سيسقط العين الاخرى من الزكاه، يعني سيكون فيها ما يكون فيها العدل معه. لو قلنا مع خمس ابل خرجت ابل، انت خرجت ربع ماله، ها في قريب من ربع مالي، خمس مال قريب من ربع مالي، يعني بعد ذلك انها يعني تجعله امرا يحزن جدا في هذا الباب. إذا قلل منهم الأمر على الشات، فلأنه إحنا قلنا بأننا بينظر في الزكاة لعين لصاحب المال بعين، ولصاحب الفقر الذي له الحق الواجب بعين آخر. 24 ليس عليه شيء حتى يصل إلى 25 فتتغير هنا. قالت إذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. وشوف هنا رضي الله عنك في 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 في, في, في في بيانك. نعم. وقال فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت ومخاض أنثى. ما هي البنت المخاض يا أستاذ شيخ محمد؟ أنا كل واحدة تفسر التي بلغت سنة وهي تدخل في الثانية. نعم. قال فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت، يعني كلها 10 تقريبا 10. نعم. ففيها بنت لبون أنثى. بنت لبون ها من اسمها عمل. تعرف أتبلغ. ها عمل. أنها دخلت في السنتين. نعم. دخلت في السنتين. ماشي. بنت مخاض سنة ودخلت في الثانية؟ أي نعم.
قال فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة. حقة طرقت لا استحقت أن يطرق إيش ال نعم. إذا بلغت. اللي هي بالسن أنها دخلت إلى 3 سنوات. نعم. إذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة. والجزعة من الإبل ما بلغت إيه؟ 4-5 جزعة من الإبل ما بلغت 5 سنين. 4 ودخلت 5. ها؟ 5 سنين. 5 إيه؟ سنين. سنين 5. والجزعة؟ نعم. السنين 5. نعم. الجزعة وصلت من انتقلت من 3 إلى 4 سنوات. فإذا بلغت؟ فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها ابنتا لبون. ثنتان، نعم. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان تروقتان. هذه تقرأ ولا تحفظ. أنا تعبت في حفظها دي، كل ما أحفظها وأطرح وأنسى، عارف ليش؟ مفيش ولا سؤال، مفيش تداول فيها، فلا بد يطلع يعني نأتي بها بالصعوبة. اتفضل. قالت إذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 هذا ميزان اسمه الوزان، بعد ما 120 عندك سهلة جدا، كل 40 هتخرج بنت لبون، وفي كل 50 تخرج حقة طروقت الفحل. نعم. قالها في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. نعم. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربنا. نص الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة. إذن أبوالها في هذا الباب جعل من 5 إبل شاة، والشاة هنا أصل ليست بدلا، هي أصل في هذا الباب، لكنها يعني لم تكن من النوع هنا طارئ، هذا طرو حكم. لما لم تكن من النوع؟ لأن هذا هو أصل مسألة المواساة في هذا الباب، ألا تأخذ الكريمة. فهنا الإبل في 5 مع القلة من العدد، هذا أنت أخذت الكريمة. نعم. فلذلك كانت أيضا يعني رحمة بأصحاب المال. نعم تفضل. وذكر تمام الحديث نذكره إن شاء الله تعالى في أبوابه. طيب. رواه أبو داود في سننه وزاد. وإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ 35، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض ففيها ابن لبون الذكر. ماشي. مرة ثانية هذه، أنا آسف. إذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ 35. ماشي. فإن لم يكن فيها ابنة مخاض ففيها ابن لبون ذكر، يعني ما لقاش. يعني هنا الآن الأصل أنه يخرج بنت مخاض. بنت مخاض، ما هو بنت مخاض يبقى إيه؟ أنثى ولا ذكر؟ عشان السن، ماشي. بنت مخاض إلى أن تبلغ 35، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض أخذ ابن لبون ذكر، وهذا أيضا على جعله بدلا أهو. جعله بدلا، كان بدلا ليس أصلا. ماشي. الأنثى سنة والذكر سنتين. ماشي. على ابن لبون. أي نعم. قال وهذا لما هذا يبين لك أن الأنثى إيه؟ أفضل وأفضل لحما و... فلذلك جعل السن هذا اسمه تعويض. هي أفضل لحم. هو صغير هيبقى طيب. لا هي أفضل لحم، الأنثى أفضل. تفضل. قال وهذا كله مجمع عليه إلى أن يبلغ 20 و100. ماشي. ذكره ابن المنذر رحمه الله قال ولا يصح عن علي رضي الله عنه ما روي عنه في 25، يعني ما حكي عنه في 25 5 شياه. وقول الصديق ده هو أخرج أبو داود عنه والبيهقي، لكن الحديث فيه شيء من الضعف. وقول الصديق رضي الله عنه التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قدر، والتقدير يسمى فرضا، ومنه فرض الحاكم للمرأة فرضا. وقوله ومن سئل فوقها فلا يعطي، يعني لا يعطي فوق الفرض. هذا الذي تكلمنا عنه، أنه هو لا يمكن أن يسقط ما عليه الفرضية، لكن يسقط عليه ما هو زيادة، فلا يعطي الزيادة. قال وأجمع المسلمون على أن دون 5 من الإبل لا زكاة فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وهذا مستند الذي سيأتي به هنا الآن هو مستند الإجماع. هذا هو مستند الإجماع، أنه إن ملك إلا إن لم يملك 5، ملك أقل من 5 فهو لا يلزم أن يخرج الزكاة. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس عليه فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. يعني إلا يشاء ربها أن يتصدق، وليس واجبا عليه، فهذه ليس زكاة ولكنها تسمى صدقة. وقال ليس فيما دون 5 ذود صدقة. قال متفق عليه. وليس فيما دون 5 ذود صدقة، فأعطى العدد وبيّن أن الصدقة تبدأ من 5.
وهذا أيضا للنظرين كما قلنا، لأنه إذا بلغ النصاب الخمس يعني احتمل المال الموسى. قال والسائمة الراعية وقد سامت تسوم سوما إذا رعت وأسمتها إذا رعيتها وسومتها إذا جعلتها سائمة. طيب هو إيش قال؟ قال الراعية، ما قال المعلوف. آياتي ترعى سبها مرحرحة يعني تأكل من أي مكان وتأتش يعني لا يتكلف لها في طعامها وشرابها شيء. قال ومنه قول الله تعالى ومنه شجر فيه تسيمون أي ترعون. وفي ذكر السائمة احتراز من المعلوفة والعوامل، فإنه لا زكاة فيها عند أكثر. شوف هو بيقول المعلوفة والعوامل، لأنه العاملة إيش تحرف. طيب لما ليس لها فيها زكاة؟ لما لازم تعمل؟ لأنه لها أمران، تستهلك فيضيع حق الفقير، والأمر الثاني أنه يتكلف له. تأخذ الكتاب. قال فإنه لا زكاة فيها عند أكثر أهل العلم. وحكي عن مالك رحمه الله أنه في الإبل النواضح والمعلوفة الزكاة. طبعا هنا حجة مالك في الزكاة في ذلك هو العموم، وقال يبقى العام العمومي ما لم يأتي مخصص. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل خمس شات، أو يبقى في كل خمس ما تكلم عوامل ولا تكلم سائمة وغيرها في هذا الباب. فإذا قلت له قال في كل سائمة، يقول هذا فرد من أفراد الإيه؟ فرد وذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص. ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص. كيف نرد عليه في هذا الباب؟ من شيخنا يحتمل نظران أصليين، اللفظ الأول اللي هو تفضل به وقال ذكر فرد أفراد العموم لا يخصص، أو نقول إن هنا المفهوم إن هذا المفهوم له مخالفة. مقاصد الشريعة تؤكد إن أصل في حرمة المال المسلم أصل في الحرمة، فكلما ضيقت المسألة على إخراج المال حققت المقصد. تريد ذلك أنت صحيح ولا لا؟ هو الحقيقة أنا أقول له أنت عندما قلت ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص، عنده في النظر الأصولي صحيح. لما؟ لأن هذه القاعدة كيف تطبق؟ كيف تطبق أحمد؟ كيف أقول ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص؟ ماشي له حكمه، فأنا روح عليه الزكاة وهنا عليه إيش؟ وهنا عليه الزكاة. نقول له أنت كلامك صحيح جدا بشرط اتفق الحكم. لا ما خلصت، هو قلب يقول لك اتفق، هو خلاص قال لك اتفق الحكم. نقول له كلامك صحيح جدا بشرط. وإيش الشرط يا ماجد؟ هو انتقص عنده ضلع ما حدش فاهمه غير أن الطالب الذي ينظر بعمق حتى يطلعه. نقول له هات الدليل على المعلوفة. أنت ما عندك دليل على المعلوفة، أنت ما عندك دليل غير المطلق. ها والمطلق في الإطلاق ما عنده دليل على ذلك، الدليل على المعلوفة. لأنني سأشوش عليك وأقول أنت قلت العموم، سأقول لك هذا عام يراد به الخصوص، والدلالة عندي أنا عام يراد به الخصوص أن نصرح به في موطن آخر وقال في السائمة. لما أتى بها؟ لما أتى بالسائمة؟ لأنه كلام السلام غير عالي عن التعليل، يعني لا يمكن أن يأتي كلام النبي بلا فائدة. أقصد ففائدة ذكر السوم هو التخصيص. أعلى فوائد ذكر السوم هو إيه؟ التخصيص. أنت قلت لا، ده التأكيد. أقول لك هذا أنت كده نزلت رتبة في اللغة، نزلت رتبة. أنا أقول لك الأصل بذلك أنه عندما نقول بأنه قال في السائمة أسس، صح ولا لا؟ أنت هنا فقط جئت عندما قلت لي لا ده فرض من أفراد العموم، عملت ايش؟ نزلت من التأسيس الى التأكيد، خلفت التأصيل. فالذي يجرني الى ان اؤكد كلامك واقبله ان تأتيني بالتنصيص على التعليف، وما عندك، لا تستطيع. فيكون انا نظري اقوى من نظرك ان اقول حصرها لايش؟ ليؤسس على التخصيص فيفيدك. مصير ما فيك موت بالله، الحمد لله. فيفيدك هنا الأمر إذا أتيت بالدليل الصريح على التعريف وما عندك. نهيك بقى لأنني أعضد قولي عليك بأن مقاصد الشريعة توافق على ذلك، لأن لابد للمال أن يكون إيه؟ نميا، أن يكون نميا، والكلفة فيه يقلل من نمائه. ما نقول يعدمه لكن يقلل من نمائه. احنا قلنا المواساة تكون على أريحية النماء، فأكون المقصد هنا محقق في القول على التأسيس لا على التأكيد.
نعم. قال وأهل المدينة، قال وحكي عن مالك رحمه الله أن في الإبل النواضح والمعلوفة الزكاة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام. ما 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 مرة ثانية يا شيخ الله كمان. قال وحكي عن مالك رحمه الله أن في الإبل النواضح والمعلوفة الزكاة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في كل خمس شاة. وقال أحمد رحمه الله ليس في العوامل زكاة، وأهل المدينة يرون فيها الزكاة وليس عندهم في هذا أصل. أرأيت وش قال؟ ليس أصل، يعني احنا نريد دليل صريح في هذا. وقال ابن قدامة رحمه الله ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل سائمة في كل أربعين بنت لبون. شوف أكد في كل سائمة، يعني هنا هنا قيد، وهذا القيد قيد ينفي مخالفه، ينفي مخالفه، يبقى المعلوفة لا تدخل في هذا الحكم والأمر خاص بالسائمة. قال في حديث بهز بن حكيم فقيده بالسائمة فدل على أنه لا زكاة في غيرها، وحديثهم مطلق أو كما قال مطلق. شفت قلت لك أطلق، فالإطلاق يحمل عليه على التقييد وليس كما قال في الفرض مفردهم، فيحمل على المقيد، ولأن وصف النماء معتبر في الزكاة، والمعلوفة يستغرق علفها نماءها إلا أن يعدها للتجارة فيكون فيها زكاة التجارة. هذا الذي قلنا الآن، وش هو تحقيق المقصد؟ تحقيق المقصد في هذا الباب، ونقول أنه المال يتحمل المواساة إذا كان نميا. نردتم وقفنا ونردتم ننتقل إلى المسألة بعدها. المسألة إليكم. ها؟ حقا؟ لا ما يهمك، طب الإخوة تحتمل ولا؟ أنا مبسوط. لا مش ابتسامة اللي مش فاهم. لا أنا فاهم إنك فاهم الحمد لله. ابتسامة المغضب هو أصلاً. لا والله. عايز أحضرك إن الأصل فرحان. الأصل هذا ليس تأسيس، هذا تأكيد، هذا تأسيساً إن هي تبقى يبقى لنا على العموم. لا. لا تدخل معه في لأنه تعرف هذا الرجل ليس بالهين، وعندما يغضب يخرج الكنوز. لا. نفع الله بكم الأمة الإسلامية. الله يديم علينا وعليكم هذا الفضل واجعله إخلاصا لوجه الله الكريم. طيب امين. انا بس انتم زيارتكم لنا بترفع من خسيستنا وتجعلنا اسعد الناس، تجعلنا اسعد الناس. الاخ شيخنا واحد يقول للاخر تعال زورني لترفع من خسيستي، فالثالث سمع قال له هو يصبك الان، قال له لا يصبني لان الشيخ محمد حسن يقوله بالله. والله ده سؤال في خدام الله، فدي مسبه ام لا؟ طيب ان شاء الله نبين ذلك، استغفر الله. الحمد لله على كل حال. طب اذا الى صحيح البخاري، عندما تزورون يعني حياتنا تعلو. رضي الله عنكم، نفع الله بكم الامه السلميه. والله المغني هذا لا اصبر عليه الا الصبر. اخونا الفاضل اسمه محمود عثمان بيقول انه في سؤال له معك. الفوائد: توحيد الولائيه، توحيد الولائيه به النجاة. من شغله الثناء عن السؤال أعطاه فوق السؤال جوابا. السنة حاوت كل الأداب، السنة حاوت كل الأداب. فضل. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.